بالوحي هي مذللة لطاعة الله. يخرج من بطونها شراب يخرج من بطونها شراب. ما هي نتيجة أن يوحي الله إليها أين تسكن وماذا تأكل وكيف تسير أنها يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، ألوان مختلفة وأشكال مختلفة وأطعام مختلف، ولكن في كل نوع منها فيه شفاء للناس. إذن مع هذا الاختلاف كل صنف فيه شفاء للناس من أمراضهم ومن أشياء أخرى. الحشرة الثانية هي الذبابة، ولا تكاد تفترق عن النحلة، وربما الذبابة الكبيرة نظنها نحلة، ولكن هذه لم يحل الله إليها. ماذا تأكل؟ تأكل القاذورات. أين تعيش؟ تعيش في القاذورات. ماذا تنتج؟ تنتج الأمراض، تنتج الأوبئة. كل الناس يتعلم في صغره أن احذر الذبابة، لا تجعل الذبابة تقف على طعامك لأنها تنقل الأمراض. أما النحلة فلا، نحن نتمنى ونشتهي هذه الثمرات التي تأخذها، إنها تأخذ طعامها من خلاصة ما تنتجه الزهور. أجمل ما تنتجه هذه الزهور هي تتغذى عليه، وتنتج أفضل طعام فيه شفاء للناس، وهو هذا العسل أو هذا الشهد. هكذا الإنسان أيضا، هذه الحشرة التي لها علاقة بالله وتتلقى وحيا يوجهها، هذا مصيرها، كانت فيها شفاء للناس وكانت تعيش أطيب عيشة. الإنسان الذي يكون مثل النحلة وتكون علاقته بالله عن طريق الوحي يكون مثل النحلة، تكون حياته كلها خير. يختلف عن ذلك الآخر الذي يشبه الذبابة وليس له علاقة بالوحي ولا يؤمن بالوحي، فإنه يكون كله ضرر. البيئة التي لها علاقة بالوحي كلها خير وكلها منفعة للناس، أما البيئة التي لا وحي فيها فليس هناك إلا الجرائم، وليس هناك إلا المعاصي، وليس هناك إلا الآثام، وليس هناك إلا الانحطاط. ثم هناك مثل آخر، هذه النحلة التي يوحي الله إليها نحلة اجتماعية، هناك ملكة، هناك مركز، هناك إدارة، ثم النحل كلها يعمل في طاعة هذه الملكة، هناك تنظيم يجمعها، ولذلك ارتقت وصارت بركة للناس. أما الذبابة منتشرة في كل مكان ولكن ليس هناك ما يجمعها، فهي عدوة للبشرية وعدوة لنفسها، الناس لا هم لهم إلا القضاء على هذه الذبابة لأنها كلها شر. هذا هو أثر الوحي في الكائنات، وهو أثر رائع أيضا في الإنسان. الذي يريد أن يستغني عن الوحي فليعيش عيشة الذباب، أما الذي يؤمن بالوحي ويتلقى الوحي ويكون فيه الوحي فهذا يعيش عيشة النحل وأرقى من النحل. Now this is the greatest miracle which was wrought by Hazrat Muhammad Rasulullah Sallam, that he appeared among flies, ignorant people, scattered, full of diseases, sources of diseases, the era of Jahiliyyah, it was just like this. And look at him, he put his step on Arabia and they turned into honeybees, all of them. What a beautiful thing happened. Why don't they know it? Why? Because Allah revealed to him like he revealed to none else in the world. Wahi is so powerful that it can transform the fate of an insect. And the insect becomes the source of healing for the mankind, the best of the creation. And if he reveals to the best of the creation, what would happen? This is what happened. If it is no more there, then it means you have lost touch with God through way. There is no talaq with Allah. And this is the lesson which they should draw from all this. I wish they did. يشير أمير المؤمنين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى هذه المعجزة، أنه بعث في الأميين، جاء لقوم كانوا كالذباب يعيشون في انحطاط مستمر، ولكنه عندما وضع قدمه الشريفة فيه بالوحي
الذي أوحاه الله إليه حولهم إلى خير أمة أخرجت للناس. يقول أمير المؤمنين أنه أوحى إليه ما لم يوحه إلى بشر مثله، ولذلك كانت قدرته على التغيير قدرة لا مثيل لها. حول هؤلاء البشر إلى خلية من النحل تنتج هذا العسل، هذا الشفاء للناس، فكانوا خيرا وبركة على الإنسانية كلها. إذا توقف الوحي معنى ذلك أننا انقطعت الصلة بين الناس وبين الله، هذا المصدر، هذا الخير الذي يرقى بالحشرة ويجعلها شفاء للناس. فما بالكم بالنسبة للإنسان إذا حرم من هذا الوحي تحول إلى لا شيء. إذن انقطاع الوحي معناه القضاء على البشرية من الناحية الروحانية. Now we come to the question which I probably deal at the end. Is all wahi of all types continuous, or a category of the wahi is stopped and finished, and why? If it is the best, then it should continue. So what sort of wahi should logically continue, and what sort of wahi should logically stop? Now, first I'll speak logically, then I'll show the Quran supporting that logic. Logically, that wahi should stop, which has given, shown us a perfect path on which no improvement can be made. That wahi should stop, because no better path can be created upon a better path. You know, no best path can be created upon a best path. So that is what logic demands. And that is why honeybee is given the best of art of extracting the fruits and the very best things of the fruits. And honey is the most perfect food. That is why the relation to heaven it is also mentioned. So no other insect is given that quality, because that way is finished. With honeybee, the way of Nahal has come to an end. And logically it should have. So that way which speaks of laws, do and do nots, do's and do nots, which speaks of Sharia, if it is perfect, and if it is decided and declared clearly, that this wahi will not be permitted to be corrupted by human hands. Allah will guard it. Then how can that wahi continue? It can't add to it, it can't subtract from it. You can't do that from perfection. This is what human logic expects and demands. And the Holy Quran tells us, Al-Yawma Akmaltu Lakum Deenakum Wa Atmamtu Alaykum Ni'mati وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. There is no room for any wahi pertaining to Sharia. But for God's love, for reform, for liqai bari ta'ala, to which Allah invites through Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ. It's an open invitation for all. What is that sort of wahi? That should continue, because there is only a means of communion with Allah and means of love and a means of establishing the existence of God and making people believe